طحت علي يا احمد بعركي عشان ما تعود ها يوم طيب اوكي كنسل فيديو كنسل فيديو كنسل فيديو خلاص سلام منو فيكم يعرف هالمكان لحظه لكم شغله نضبط اي ابات كذي المفروض يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بعركي عرفتوا أنا وين؟ اليوم أنا بالاستوديو أحمد بعركي عشان نبي نجرب شيء جدا قوي بس بعركي ما أدري وينه لحظة خلنا ندور عليه طحت علي أحمد بعركي عشان ما تعود ها؟ طيب أوكي كنسل فيديو خلاص نبدي جد شلون نبدي في الفيديو؟ يعطيكم الصحة والعافية معاكم أبو أيوب يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بعركي اللي ما يعرف أحمد بعركي طبعاً يقدر يشوف قناته تحت مهتم بالتكنولوجيا والتليفونات والسوالف راح أحط لكم اللينك تحت نبدي كاميرات والكاميرات قاعد تسوي أحمد قاعد ضبط الرونن إس قاعد أحاول أسوي لها كالبريشن دي جي آي رونن إس كانت الخطة أساساً إن نصور برا بالشمس بس لأنه صار ماكو إضاءة طاحت الشمس صار ليل فسويناها هني مع الإضاءة اللي ضبطتها أنت أبو أيوب كل زاوية صارت أحلى من الثانية ضبطنا الإضاءة أهم شيء خليك من كل شيء أهم شيء بالتصوير الإضاءة ماكو إضاءة ماكو تصوير عبد الله حمود إيش قاعد تسوي أنت؟ أنا كفرينج بيهايند ذا سينز أنت سريع ما شاء الله عنده بالستوري على طول شوف 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 إحنا نصور والمنتج مشوه تك 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 خلص حط بالستوري كثر صار لك انت بالضبط قاعد تسوي الكثير. صار لي قبل انت تي نص ساعة نص ساعة نص ساعة وللحين ما ضبطت نص ساعة بس قاعد يضبط الوزن مال الرونة وللحين ما ضبطت 100% المشكلة ان حتى لما تي تضبط اذا تبي تشوف اذا البالانس صار ولا لا يصير عندك مشكلة بالكونكشن مال البلوتوث المشكلة ان سنة 2018 وللحين لازم نسوي هذا كله ماني بقول خلينا نجرب مأساة الوزن مالها اوكي انت راح تتفاجئ لما تمنتج راح تشوف الحين طبعا لما انا فكرت اني اكلم عبد الرحمن ابو ايوب بالاحرى اللي فكرت فيه انه هو ما شاء الله عليه اشوف يمكن احسن مصور يعني مر علي بصراحه والفكره كانت ان احنا نسوي كولابوريشن مع هز اكسبرتيز من ناحيه شنو هو يقدر يشوف لك من ناحيه الدي جي ايرون ناس اكسبرتيز شلون انت تقدر تستعملها حق السينماتوجرافي حق الفيديو ما اعرف ايش وانا من ناحيه التقنيه هل هي بسنه 2018 هي براكتيكال انك انت تاخذها وتجي تقعد نص ساعه عشان تثبتها ولا لا فهذا هو كان المبدا فإذا الله خير يعني اول مره شفناها وسوينا الستوري بورد ما اعرف ايش واليوم كنا احنا المفروض نطلع برا نصور بس ما كان في وقت كافي الشمس راحت صورنا بالجراج عندي احنا هني في البيت وحنا هو قاعد يعابل ما حد يجي يرون الناس عقب ما نخلص راح نرجع مره ثانيه هني عشان نتكلم عن شنو الشغلات اللي عجبتنا فيها وشنو الشغلات اللي نتمنى ان شركة دي جي تاخذ بعين الاعتبار لما تسوي دي جي رونن اس اس او اس 2 السنه الجايه الله اعلم خلينا نرجع الحين نشوف شو صار واو ثقيل الرونن نفسه هو وايد ثقيل ومع الكاميرا والعدسة واحنا حاطين بس سر الاي 7 اس انا شفت بالبرومو مالهم حاطين الرد تخيل شايل الرد وقاعد تصور شوفوا اللقطات اللي قاعد نطلع فيها اعتقد لقطات حلوة بس النقد اللي قاعد نقوله لان المفروض يكون من دي جي اي شيء افضل من كذي لكن اعتقد انه مع الممارسة احنا اول مرة نجربه اثنين
مع الممارسة وتاخذ وقتك وانت قاعد ضبطه راح تطلع لقطات وايد ممتازة. احنا قاعد تطلع معنا لقطات زينة لكن لان اصلا الحين البالانس طالع عندنا مو مضبوط، بس انا بنخلص بسرعة اضطرينا ان نصور. الكلمة الشهيرة editing will make it work. Let's fix it in post. هذه الكلمة الشهيرة، ترى البوست والمونتاج مو سحر، بس يلا خلينا نجرب يمكن يطلع شيء. احمد قاعد ينزل الفوتج، شنو تتوقع الفوتج زين ولا يمشي حاله ولا دن 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 دن. اوكي هذا هو الواحد، يلا خلينا نشوف. اليوم باتمان داي، اليوم باتمان داي 15 اليوم. هارد لك انك انت بتسافر وما قدرت تطلع. كله من ورن برودرز ابو ظبي، لا تعشمون وتكسرون. ضيق خلقه شوي. كان بيروح لكن ما صارت سفرته. شوف ولو طفي الليت اصلا ما راح يطلع. لا 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 اضاءه زينه، نوت باد يطلع منه ترى، بس الفوكس هو الحين الويل مال الفوكس ما ضبطوه حق السوني. فيبي لها ابديت الحين ما نزلوه. شوف 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 خوش بومرانج. حاضر فعليك. احلف. خلنا ناخذكم جوله بالاستوديو احمد بعركي، نعرفكم على الكاركترز اللي عنده. اتمنى ديزني تشتري دي سي. يتمنى ديزني تشتري دي سي ليش؟ لانه بس يعني حتى ديزني الحين ما ايش قاعد يسوون، قاعد يخبصون ترى. طالع اشاعه ان سوبرمان خلاص. صدق مو اشاعه، ها يبونه يطلع هو كاميو في فيلم شزام. زين والحبيب عنده سكيدجولينج بروبلمز. يعني صدق السالفه مو اشاعه. هذا بيهايند ذا سينز اوف استوديو احمد بركي، هنا انا قاعده اكشف لكم اسرار. طاولتها تصعد بروحها، شتك اللوجيك. جسمت عضلت ايه حدد. شيء ثاني البالانس، نطول على ما نخلص البالانس. شوف الحين انا اتوقع اذا الحين بنقول راينا راح يكون راي ظالم. الحين هذا راي مبدئي، سالفه البالانس صح هي اول كم مره راح تاخذ منك وقت وايد، هو مو برودكت على طول اوت اوف ذا بوكس على طول تصور فيه. لا مع ذلك طلعنا لقطات حلوه مع ذلك. انا عامه عجبتني وايد اكثر من رونن ام. انا هم باعتقاد ان البرودكت مو كامل، نزل بالسوق بسرعة. مع ذلك الحين احس انه يمكن هذا افضل منتج تقدر تحصله بالبرايس بوينت ماله. يعطيكم الصحه والعافيه، معاكم عبد الرحمن خميس. فبس سامحوني على طال الكسور، سلامتكم وتعيشون. احمد وعركي خلصنا تصوير، ما ادري شنو قلنا. مع ذلك هو قضب مع ذلك قضب عليه، عدتها يمكن ثلاث اربع مرات قضب علي مع ذلك. هذا شيء وايد وايد مهم. اذا تبي تسوي مراجعه حق اي منتج، اول شيء ضميرك، امانه مع ربك، مستقيه مع نفسك قبل الناس. اذا شيء زين قول زين، اذا شيء مو زين قول مو زين. هذا اللي يميز هذا الشخص. بس الله يعطيك العافيه. حبيبي.